لمزيد من المتابعه معنا هاتفيا الاستاذ عبد الله الانصاري منسق حمله علشان تبنيها في محافظه اسوان. استاذ عبد الله اهلا بك، وهنا نود ان نتحدث حول هذه الحمله وكيف تدور فعاليات هذه الحمله بصفه انك منسقها في محافظه اسوان. شكرا لك يا زميلي العزيز. حمله علشان نبنيها في محافظه اسوان بدات بالفعل تحركاتها منذ ايام قليله، تاخذ نفس النهج والاطار العام للحمله في القاهره والتي بدات وانطلقت منذ فترة بدعوة وفكرة من أبناء مصر المخلصين. دعني أقول لك أن أسوان هنا على الرغم من أنها مساحة، يعني محافظة ذات خصوصية، مسافة طولية تبلغ حوالي 400 كيلومتر مما يصعب معه التحرك لتغطية ربوع المحافظة، إلا أننا عن طريق اختيار مجموعات عمل في كل مركز من مراكز المحافظة الخمسة أسوان ودراوة وكومومبو ونصر النوبة وإدفو، سوف يتم يعني أو جاري التحرك فيها على مستوى هذه المراكز الخمسة لملء الاستمارات والتوقيعات الخاصة بتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أسوان بطبيعتها محبة وعاشقة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة حينما شرفها بالزيارة في مطلع هذا العام وتم عقد المؤتمر الثاني للشباب، ومقوس السيد الرئيس حتى بعد انتهاء فعاليات هذا المؤتمر، مقوس السيد الرئيس لعدة أيام في أسوان وما أدراه من زيارة للمناطق الأثرية مما نتج عنه رواج سياحي وحركة سياحية على أرض محافظة أسوان. أسوان أيضا تنظر بعين الواقع إلى إنجازات السيد الرئيس في كافة ربوع الجمهورية والتي نالنا أيضا منها حظا هنا في أسوان. هناك مشروعات عملاقة للطاقة الشمسية في قرية بنبان، هناك إحياء لكثير من المشاريع التي كانت متوقفة من قبل، هناك أيضا طفرة تنموية في مجال الإسكان والوحدات السكنية. ينتظر أهالي أسوان الكثير في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نعم. وينتظرون منه أن يكمل المسيرة إن شاء الله بترشحه لفترة رئاسة. يعني أنت أستاذ عبد الله حضرتك يعني محافظة أسوان من المحافظات السياحية كما قلت، يعني والأمن والأمان يعني هما سمة مهمة جدا لاستقرار السياحة أيضا والمشروعات التي تتواجد على أرض أسوان، فبالضرورة هنا ارتباط الأمن بهذه الحملة مهم جدا، ارتباط الأمن بالسياحة مهم جدا. الأمن في أسوان له طبيعة خاصة، كما تعلم يعني عزيزي أن أسوان عبارة عن مجموعة من قبائل، لا تكاد يعني لا يكاد أي غريب تطأ قدمه أرض أسوان في أي منطقة من مناطق أسوان إلا ويشار إليه بالبنان، وبالتالي أمن أسوان هو أمن ذاتي، ومحافظة أسوان من أكثر المحافظات أمنا وأمانا، ولعل رجال الشرطة الذين يعملون في أسوان ربما يشعرون بشيء من الراحة والطمأنينة والتعاون والتفاهم ما بين أهل أسوان نظرا للتركيب المجتمعية لأسوان ذات الأصالة وذات العراقة. وبالتالي يعني نادرا ما نسمع عن حوادث إلا اللهم إلا كانت حوادث إجرامية، حوادث فردية، هذه بطبيعة الحال تحدث في أي مكان، لكن بصفة عامة أسوان تنعم بنعمة الأمن والأمان. يمكن السيد الرئيس لما كان في زيارته لأسوان لم تكن هناك إجراءات أمنية مشددة كما هو معهود، مثلا كان السيد الرئيس يتجول بأسوان بمفرده، كان يفاجئ بزيارة مواقع وأماكن دون ترتيب أمني مسبق، وكانت الأمور تمر على ما يرام، كان هناك احتكاك مباشر ما بين السيد الرئيس وما بين المواطنين. لو لم تكن هذه المحافظة تنعم بهذه النعمة، نعم. وتتميز بهذه الميزة لما كانت هذه، نعم. المظاهر. طب هنا أستاذ عبد الله أحدثك كمنسق أيضا للحملة وكإعلامي أيضا، كيف تبدو، نعم. التوعية الإعلامية للمواطنين بأهمية هذه الحملة؟ التوعية لابد أن تسير بصورة معتدلة، يعني لا تهويل ولا يعني لا إفراط ولا تفريط. احنا يعني النهج الاساسي عندنا هو مخاطبه احترام عقليه المواطن ومخاطبه المواطن بارض الواقع، لا نريد ان نعطي له صوره اكثر من ورديه واحلام كثيره، ولا ايضا نقف عند هؤلاء الذين ينظرون الامور بنظره سوداويه ضيقه، نعم. متشاؤميه، لا، الامور ننظر اليها بنظره واقعيه، ولعل، نعم. حينما نكون واقعيين هذا يكون وقعه افضل على المواطن ويعطي انطباع افضل عند المواطن. نعم. اذا دعنا اشكرك الاستاذ عبد الله الانصاري الاعلامي وايضا منسق حمله علشان تبنيها في محافظه اسوان، كنت معي عبر الهاتف، اشكرك شكرا جزيلا.